عرفنا عبد الملك من مدينة طنجة، قاطي في مدينة قديمة، سن 37 سنة. خي عبد الملك، شنو هو المشكل اللي كتعاني منه أو كيعاني منه كتعاني من المدينة العتيقة كامل؟ المشكل اللي كنعانيو الشباب، كيعانيو بزاف ديال الشباب، ماشي ريان، راه تقريبا راه كاملين كنعانيو نفس المشكل، ودابا تصعيب الشاد المشكل هذا، راه الجيل اللي طالع يبدا يعاني نفس المشكل، هو المشكل ديال التخدير عندنا هنايا، الصحة ديالنا كتمشي وما كاينش شي بديل. صافي الصحة ما كاينش باش هادي مثلا تمرزق بغيت الدواء ولا هادي صعيبة. كاين المخدرات هنا؟ المخدرات كاينة، يعني موجودة بكثرة، كاينة في طنجة، في المغرب كامل تقريبا، ولكن خصوصا الشامل، راه حنا مضرورين كثر من أي مدينة في المغرب. عندك قصة مع المخدرات؟ عندي قصة ديال التخدير مع مادة الشيرة ومادة السيليسيون. يعني جربتهم 16؟ جربتهم، وقع لي مشاكل، أمراض نفسية وعقد نفسية ومشاكل في الدار مع الوالدين. فوقاش بديتي مع المخدرات أخي عبد الملك؟ تقريبا كون 2002 2004 عطيت الشحطة، يعني 20 سنة، يعني قول 20 سنة تقريبا وكثر. هيدي دابا في نظرك شنو هو الحل باش هاد الشباب ديال هاد الوقت هذا ما يبقاوش يتعاطوا المخدرات، نحاولوا اننا نتجنبوها وكذا، شنو خصنا نعمل؟ خصنا ننصحوا هاد الشباب هادو اللي طالعين، خصوصا الجيل اللي طالع، خصنا ننصحوه ونعملوا له البديل، انشطه فين يعمر الوقت ديالو، مثلا الرياضه ولا دار الشباب ولا هادي، يعني تكون واحد التوعيه، واحد باش حتى الشباب يتحمس. هي كتجبر الشباب، ما كيجبرش فين يضيع وقته، ما كاينش اللي يحمسو، صافي كيجلس في الحومه كيجبر كل شيء موجود، ما بيدو ما كيعرفش هذاك الشيء منين جا. في نظرك نقدروا نعدلوا الحد ديال المخدرات انها ما تدخلش للمدينه؟ ممكن، كنظن شي ممكن تقطع هذا الشيء هذا، ولكن خص واحد مجهود كبير من السلطات ومن الحكومه والناس ديال اللي مختص اللي مكلفه بالراي العام بهذا أمور العامة كاملة، يعني خصوصا السلطات. بصفتك أخي عبد الملك كمستهلك المخدرات، شنو الرسالة اللي توجه للناس اللي كيصدروها وكيبيعوها ولاد الناس كيبيعوها وكيروجوها؟ كنوجه واحد الرسالة، يتقوا الله في هاد الناس، في هاد الشباب اللي طالع، وحتى هما راه شباب وكيدوخوا ويشوفوا الجيل اللي سبقهم في هاد الميدان هذا واش فاز ولا ما فازش، حياته كاملة كيضيعها في الحبس، وهادي واخا كيعمل الفلوس وكذا كيجمع وكذا، ولكن حياته كاملة كيضيعها بأن منصورة. الاخر بيدو كيمشي يتجبرهم بلي بشي حاجه ممكن. شكرا جزيلا خالد مالي، ماشي على واجب، احفظكم الله. عرفنا براسك. محمد فرج العسري اخي، ساكن في مدينه قديمه في دار بارود، خلوق وترابي في مدينه قديمه. شرفينا اخي محمد. اخي محمد، عندكم شي مشاكل كتعيشوها هنا؟ كاين شويه ديال المشاكل، كاين اكثر، كاين دابا على حساب دابا هما كانوا كيعملوا الترميم للمدينه وكذا، كان واحد شويه الاضرار وكذا، دابا ما بقاش صراحه. الله خدمه مزيانه، نقاو الدنيا نقاو كذا. شنو عندنا واحد المشكل ديال الدراري الصغار طالعين في واحد البيئه، خصنا نشوفوهم حنا ماشي بحال اللي عشنا حنايا. بحال دابا عاد كاين عندي واحد السؤال على حساب الدراري اللي كانوا مشجونين اللي ضاربين واحد المولى واحد الفتره، خصنا حنايا اللي ما جوزناش في ديك المرحله هذيك. انا كنطلع على راسي، انا ما دخلتش الحبس، عمري ما دخلت الحبس، ياك خصني انا اللي ما تخدش ديك البلاصه هذيك انفيد، فحال نقول لك انفيد. هو ماشي مواطن، هو كيتسال، انا كنحسبو واخا، انا ما كنحسبوش شي مواطن، باش ما يوقعش شي تشتت في الافكار. نرجع لك الموضوع ديالك، انا فاهمك، نرجع لعندك، انا خصني هذا ضروري هذا. علاش انا اللي ما ضربتش الحبس انفيدو وهو يفيدني؟ ماشي يفيدني بالصبر اللي صبر هو صبر، وانا عندي نقطه مزيونه عليها في الحياه ديالي في الزنقه اللي نقدر انا نفيدو وهو يفيدني. شنو خصنا يكون عضو فوق منا اللي كيمتص المؤونه اللي عنده تسير، باش كتكون واحد السيوله، ملي كتكون ديك السيوله كنقدروا حنا نتعايشوا مع بعضيتنا. عطينا عندك، انا ما عنديش شي، تينا لابس، انا لابس، واخا ما عنديش فلوس تجيب، فحالي فحالك، مواطن تينا مواطن وانا مواطن، هذا ضرب الحبس انا نساعدو، علاش مش ميرجع له شي مره اخرى؟ ماشي نفشو، هي كنقولوا حنا الطنجاويه نفشو. لا، شنو نقدروا نقدموا له؟ نقدموا له يد العون. هو انا قلت لك الاصرار على الشيء. اليوم اجي اخي، سمك محمد، اجي اخي
شنو كتعرف تعمل؟ ما كنعرف نعمل والو، حابس كذا هادي طان 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 طان. شنو خصك الطبيله؟ العمل له الطبيله 100 درهم 150 درهم، لازم توكل على الله. عمل الطبيله، عمل فيها كيكاس، عمل فيها كذا. حق هو جالس بديك الطبيله وانت هنا كتفتش له على المشروع الحياه ديالو، باش هو ديك الطبله ما توفرلوش. يلاه باش كيما يقروا باش ياكلوا. نهضروا صراحه، ولا كان هذا الموقع هذا كيدار صراحه، انا كنهضر صراحه. كيما يقريرو ياكل تريد الخبز وكاس اتاي، ماشي يعمل بالطبيله فيها كيكاس. حنايا ديك الساعه شنو كنعملوا؟ كنجلسوه وكنعملوا عيننا عليه. هذا عندنا كل حومه عندنا فيها ثلاثه اربع الدراري، حنا وهما عينهم على ولاد الحومه ديالهم صغارين عليهم. باش عندهم حنايا كنخمو فيهم، ملي كنقول حنا كنخمو فيهم ربي كيخمم فخرين. وهذا الامور ماشيه. الموضوع ديالنا كنا كنهضروا على المخدرات في الاول. المخدرات ازاحه على الازبال ولا كذا، امور ماشيه مزيانه الحمد لله. المخدرات دابا حاليا في التصاريخ اللي عايشين فيه دابا، في الوقت اللي عايشين فيه دابا، ما بقاش داك الشيء بحال اللي كان شحال هذا. الكبيع وديك المنادم وديك الغوات وديك الشيء ما بقاش. دابا كاين الدراري كتعاطى للاراده. هذه خصني تكون ماشي فحاش، ماشي فحاش حال هذيك. شحال هذيك كانت انا خصني نعمل واحد حاجه، خصني نديك معايا ندي معايا هذا. دابا لا، شحال هذيك كانت انا خصني نعمل حاجه ما نقدرش نعملها بوحديتي، خصني نجي عند صاحبي دو ندي معايا، ماشي عملتها هو معايا. دابا لا، دابا انا باغي نعمل شي حاجه نعملها لراسي، وانت خصك تعمل شي حاجه تعملها لراسك. ما يكذب عليك حتى شي واحد. مخدرات ولا ما عندهم حتى مشكل هنا عندنا في الواقع ديالنا، ولكن انسان منضبط مع بعضيتو كيحسب تينا، كتحسب راسك مواطن، ولا كتحسب راسك مواطن وموظف دوله، كيحسب راسه مواطن. وانا كنستمد منه شنو؟ كنستمد منه الثقه. ملي كنستمد منه الثقه، اللي نقول لك كيكون ماشي نقول لك مقدس، عنده واحد المحل في 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 في, في, في المجتمع. ملي كيكون عنده انسان واحد المحل في المجتمع، يمكن له يحكم فيا. ملي كيحكم فيا انا، الاخ ديالي كيعطيني واحد الفرصه فين في فين نوصل له الفكره. وبارك عليا، تبارك الله، الله يرحم والديك. الله يرحم والديك، بارك الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.